بهذا الفيديو رح نتعلم كيف نرسم فلو تشارت أو مخطط توجيهي عبر استخدامنا برنامج اسمه فيزيو. من بعد ما أنا كتبت كلمة فيزيو عندي وكبست على البروغرام اللي عندي إياه، رح يطلع لي عدة كاتيجوريات وعدة أوبسيونات موجودة عندي أنا بقدر نقيهم. في عندي فورمز ديجا بيكونوا جاهزين، مثلا عندي منظمة بدي حط من المدير فيها، من هنا الأشخاص اللي بيشتغلوا في حطهم، أو بكل بساطة في نقي وحدة فاضية مثل ما هلأ أنا رح أعمل وقل لها كرييت حتى لي تخلق لي صفحة جديدة أقدر بلش عليها الشغل تبولتي. من بعد ما كبست على كلمة كرييت بيفتح عندي الفيزيو مثله مثل حيلة صفحة تانية. بلاحظ أنا عندي هون شيء اسمه حط كلمة بوينتر، في عندي علامة الريكتانك. بكبس على هذا المربع اللي جاي حده اللي هن خاصهم بالبيزك دروينج تولز، يعني في عندي المربع، عندي شكل السيركل، عندي شكل الارك. تنقول بدي نقي مربع، بحط اول شيء شكل المربع. هلا اذا انا طلع لي باللون الابيض، اذا بدي اياه يطلع لي باللون الملون بعمل عليه دبل كليك لهيدا المربع تبعولتي، وبطلع على كلمة هون شيء اسمه فيل، يعني أنا بدي لونه من جوا بلون معين، رح أقول له يحط لي إياه مثلا باللون البن الزهر الفاتح. بدي الكونتور تبعولته الداير تبعولته ما يكون أسود، بدي إياه مثلا باللون الكحلي. بكبس على كلمة لاين، بكبس عليها وبحطه مثلا أو باللون الموف. صار عندي من جوا لون زهري من برا لون موف. تنفترض انا بدي اخلق افكت، يعني بدي اياه شكله يكون عنده شادو. في عندي عدة موديلات ملاحظين كيف عم تتغير الفورم تبعولته، كمان بفوت على كلمة افكت. هلا تنفترض انه انا بدي نقي موديل تاني، رح اكبس على نفس الفلاش الموجودة من هون وحط شكل الاكليبس وبكبس عليها، طلع عندي شكل سيركل. نفس الوقت بدي نقي، تنقول إذا بدي أعمل لها ديليت بكبس عليها وبعمل ديليت، كمان بدي أعمل ديليت لهي السيركل بكبس عليها وبكبس على كلمة ديليت، أو بكل بساطة بالرايت كليك بعمل كات لإلها. هلأ خلينا نقول إنه بدي أدخل تريانجل تاني، رح أحط أول تريانج والتاني تريانج. طيب منلاحظ إنه منن جايين اتنيناتهم على ذات المستوى، مجرد ما أنا أكبس على تريانجل من هاتنين تريانجل بلاحظ بنلاقي إنه في خط أخضر هيك منقط عم ياخد لي هو المسافة. كمان بنزل بهالطريقة صرنا على ذات المستوى وذات الطول تبع هدول اتنين تريانج. هيدا بالنسبة لكيف دخل انا عندي تريانجلات. اكيد في اكتب بقلبهم تيست 1 رح يبعتني على تيست 2 رح يبعتني على تيست 3. هلا هون نحن بالغلط دخلنا وحده قلنا بنكبس عليها وبنعمل ديليت. هيدا بالنسبه لكيف انا بقدر دخلهم. اكيد في اعمل انسرت لبيكتشر، حيلا صوره انا موجوده عندي في دخلها، في ادخل تشارت، كلياتهم هدول، في دخل تكست بوكس. كمان اذا بدي الغيه بكبس على الديليت ديليت، كلياتهم عنديهم موجودين. إذا بدي غير الديزاين كمان عندي أشكال الفورم اللي معقول يطلعوا أنا عندي. بدي حط باك جراوند معين، في كمان نقي باك جراوند معين موجودين عندي، وأكيد في نقي لهم الألوان تبعولتهم لهدول الباك جراوند، مثلا في حطه باللون الجري. أوكي صار عندي باك جراوند باللون الجري، في يقول ما بدي باك جراوند، برجع برده مثل ما كان. فكل شيء عندي خاصه بالديزاين طب قلت لهيدي التشارت اللي انا عندي اياها كله موجود عندي بكلمه هون بكلمه ديزاين. كل شيء خاصه بالديتا موجود عندي كمان بكلمه ديتا. سو هيدا البرنسيب كتير هين اقدر اكون انا عم استعمله. هلا من بعد ما خلصنا تدخيل بدي ادخل شيء اسمه بيناتهم كونكتر. انا بكون اوريدي كبسه على شيء اسمه بوينتر تول، بدي اروح على الكلمه اللي من تحته اسمها كونكتر، بكبس عليها، رح اكبس من هون وجيب الكونكتر بهيدي الطريقة. اوكي نفس الشيء في حط كونكتر تاني. اذا كبست دبل كليك على نص الكونكتر في حط مثلا كلمة يس، حط بالميل التاني كلمة نو.
اوكي اكيد الكلمات كمان في اعمل لهم بولد، بكبس عليها وفوت على كلمة بولد، يعني كأني عم استعمل وورد عادي، في يغير نوعية الكتيبة اللي عم استعملها، في يكبر السايز قد ما بدي او صغره قد ما بدي للسايز تبعولتك. فهيدا بالنسبة لكيف بطريقة كتير بسيطة اقدر استخدم الفيديو تعمل الفلو شارتس تبعولتي. في حال حبيتوا هيدا الفيديو ما تنسوا تعملوا سبسكرايب على اليوتيوب شانل تبعولتي، لايك للفيسبوك بيج، اكيد تعملوا لايك للفيديوز وتتشاركون مع اصحابكم.